أنا رح كون جنبك شي تيج. هدول العالم خلونا نعاني بسببهم كتير، وهلأ أنا يلي بدي أعلمهم درس ما ينسوا لنهاية حياتهم. هاد سهيل أجروال هو اللي قتل زوجي جودو، لهيك رح خليه حياته تعيسة لدرجة كبيرة. بدي خليه يتألم لحد ما يتمنى الموت. في ارتباطات بتسبب ألم كبير، وهي العائلة تعودت تأذي العالم. تعرفي إنه زوج الأم مستحيل ياخذ مكان الأب. آريا، الظروف جمعتنا مع بعضنا، وأنا بتشكر جودو لأنه بعت لك تسجيل بصوته لحتى تعرفي الحقيقة، وقال لك كانوا أمك وساهيل قدروا يخلوكي تقتنعي إنه أنا قاتل زوجك كمان. آريا، أنا في شغلة بس ما فهمتها. فيديكا أجروال، المرأة الحساسة، كيف بتتخلى عن بنتها وبتدعم واحد قاتل مثل هاد ساهي؟ يعني أنا هلأ اللي بقصده بكلامي، شو عامل زوجها بالضبط يلي هو أصغر من عمرها بكتير لحتى تفضله على بنتها؟ آريا، صح أمي نيلام ما ولدتني، بس متأكد إنها بتموت كرمالي. آريا، آريا، أنا بعرف إنه زواجنا لعبة، بس تأكدي دائماً إني رح أوفي بوعدي، وأنا قلتلك رح أحميكي وما رح خلي شي بهالحياة يأذيكي أبداً. آريا، نحن عدونا واحد وكمان هدفنا واحد، نحن بدنا نحقق انتقامنا. رح انتقم لموت بابا وزوجك. آريا، خلص فيكي ما تضلك هون، لأنه ما اتفقنا نعيش سوا، بس اتفقنا أنه ننتقم منهم سوا. الليلي، راح تكوني معي؟ ايش تيج؟ نحن راح ندمر كل هاي العيلة مع بعضنا. أنا راح كون واقفة جنبك. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.